الذي دعاك إلى أن تتقدمي إلى الترشح؟ والله أنا فكرت أني أرشح نفسي، وهذه لأول مرة أنا أرشح نفسي، إيماناً مني بأن الفترة الجاية والمرحلة الجاية المقبلة يجب التركيز عليها على التنمية، بالذات الاقتصاد، أن بناء اقتصاد قوي، والاقتصاد القوي هذا يحتاج يعني أن الشباب وخصوصاً الطاقات والشباب يعملون في القطاع الخاص ولهم خبرات في القطاع الخاص، يكون لهم دور ويكون لهم رأي ويساهمون ويشاركون في أخذ القرار، في اتخاذ القرار في مجلس الأمة، لأنهم عندهم خبرات في هذا المجال. إلى أي مدى يعني المرأة خدمت قضايا المرأة في المجالس السابقة؟ والله مش قضايا المرأة لم تخدم بشكل كبير، مش بس من المرأة النائبة، حتى من الرجل كان يعني تعرض قوانين أو تطرح قوانين واقتراحات قوانين ولكن لا تنتهي بشيء. كيف تقيمين دور المرأة في المجالس السابقة؟ والله في يعني في نائبات كان لهم دور جيد، ولكن يد واحدة ما صفت، يعني كانوا يحاولون، كان لهم أدوار جيدة وكان لهم طروحات جيدة، ولكن تدري ما هي الرؤية المختلفة التي يعني حضرتك سوف تقدمين؟ والله الرؤية المختلفة، نحن الآن جيل شباب داخلين عندنا خبرات في مجال المال والأعمال وفي مجال الاقتصاد، داخلين عندنا طموح، والشباب عندهم طموح أكثر من الجيل اللي سابقنا، فأتوقع لو المجلس اللي القادم يكون فيه يعني نسبة كبيرة من جيل الشباب في كافة المجالات، أعتقد أن احنا راح نقدم شيء جيد. ما هي ملامح المجلس القادم؟ هل يغلب عليه الطابع الشبابي، الوجوه القديمة، الليبراليين، يعني أي تكتلات أحزاب ما إلى ذلك؟ والله أنا لا أقدر أجزم في المسألة لأن ما طرحت الأمور الآن، بس أتوقع أن الجيل الشباب راح يكون لا نصيب كبير في المجلس القادم إن شاء الله. لماذا؟ هل يعني حبا في التغيير أم أن الشباب قادمين بقوة؟ لا، الشباب قادمين بقوة لا شك فيه، الشباب الآن يبي الكويت يعني خلاص ننطلق، احنا تأخرنا كثير سنوات كثيرة واحنا بس جدال وجدال، العالم من حوالينا كله انطلق واحنا ما زلنا محلك سر يعني، فأعتقد جيل الشباب عندنا نوع من الطموح وعنده مثل ما تقولين إصرار أكثر، قراراته أسرع، يعني يمكن الجيل اللي قبل هذا يأخذون وقتهم، ولكن جيل الشباب لا عنده طموح منطلق، فإن شاء الله أتوقع يعني. ما رأيك خصوصا حجم المشاركة من قبل الناخبين في هذه الانتخابات؟ والله شوفي أنا كان عندي تخوف لما عرفت في فترة متى راح تكون الانتخابات، تخوفت لأنه مش بس صيف إنه في رمضان، فكان عندي نوع من التخوف، بس إن شاء الله إن الكويتيين يعني يقبلون على هذه الانتخابات بشكل كبير، لأن وجودهم من عدد كبير من الناخبين يدخلون نسبة الاقتراع تكون كبيرة، هذا شيء يعطي حتى قوة للمجلس القادم بأنه يقدم إنجازات كبيرة، لكن أتمنى ما تكون نسبة إقبال ضعيفة، فإحنا راح نحاول. تكرار حل المجلس ألا يؤثر أيضا أن أصبح ملل من الناخبين أن كل يوم رايحين والله ننتخب؟ مما لا شك فيه، الناس بدأت تخاف، يقول لك أروح الحين يمكن أصوت يمكن يبطل المجلس هذا، بس أنا أقول لهم بالعكس، الآن حسب يعني قراءات الخبراء الدستوريين الكويتيين إنه يعني كان في أخذت المراسيم وأخذت الإجراءات حسب الدستور، أتمنى إن شاء الله ما يكون إبطال، وحتى لو أنت تخوفت ما يخالف روح، أحسن من ما تقعد ويطلع ما في إجراءات إبطال وكذا، فتتحسف إن أنت ما راح اخترت مرشح أنت كنت مقتنع فيه. تعتقدين أن قرارات المحكمة الدستورية الآن ست يعني تطيل أمد المجلس؟ والله لا أتوقع، شوف الحين قرار المحكمة الدستورية كان واضح وصريح بتحصيل الصوت الواحد، هذا الآن احنا خلصنا من هالمسألة، مسألة الإجراءات
فإذا فأنا قاعدة مثل ما قلت لك إن الخبراء الدستوريين قاعد يقولون إن الإجراءات تمت حسب الدستور، فأتمنى إن ما يبطلوا، حتى لو إنهم يفكرون إنه ممكن يبطل ما يبطل، يعني روحه مو مشكلة، إحنا ما نقعد على أساس إن نخاف إنه يبطل المجلس ولا ما يبطل. انتخبوا، ما راح ياخذ منكم 10 دقائق، يعني عشان الكويت 10 دقائق، روح قدم صوتك وارجع، ويمكن ما يبطل، بالعكس يمكن الناس لما تشوف في اقبال كبير ما راح تصير في يعني اشكالات انه نروح نقدم طعون ما نقدم طعون، الا راح تكون في نسبه كبيره للمشاركه. اتمنى. شكرا وفالك. الله يسلمك طال عمرك.